تتطور الأمور الميدانية تتطور هجومات وهجومات متبادلة كانت في هجومات عنيفة جدا من جهة روسيا على عدد من المدن الأوكرانية الأوكران استطاعوا أن يردوا عدد كبير من هذه الصواريخ خاصة هذا الصاروخ الشهير اللي هم يسموه صاروخ يسموه بالترجمة بالعربية صاروخ الخنجر آه واللي كانوا يقولوا الروس أنه لا يمكن إسقاطه الآن الأوكران يقولوا أنهم أسقطوا أعداد منها الروس خرجوا قالوا لا هذا مش صحيح نحن لم نطلق ذلك العدد إلى آخره طبعا اسمه كينزال هذا الصاروخ الروسي والروس بالعكس جاءوا قالوا أنهم حطموا منظومة باتريوت باتريوت اللي هي منظومة تاع الدفاع اللي هي أشهر وأكبر وأخطر منظومة مضادة للدفاع كاين اللي يقارنوا الاس 400 منها لكن البعض الكثيرين يقولوا لا الباتريوت افضل منها لا هذا يبقى راي مرات يختلف الناس في الامور التقنيه هذه لكن الروس قالوا انهم دمروا احدى المنظومات في البدايه الامريكان قالوا لسنا متاكدين ماذا حدث هل حدث تلف الى آخر لكن فيما بعد يعني لان ان نشرت الخبر قال تم تدمير احدى منظومات الباتريوت وان المفروض لا يمكن تدميرها الا في ظروف استثنائيه جدا فكيف تم ذلك؟ وقع نقاش كبير بين الخبراء في أمريكا أمس وأول أمس، لكن الأمريكان عاودوا خرجوا بعد ساعات من ذلك وقالوا لا هذا ليس صحيح وأن المنظومة لم تدمر، والأوكران نفوا أن المنظومة تم تدميرها، هل دمرت والأمريكان يخفون ذلك؟ آه ممكن أم أن الروس يبالغون؟ هذا أيضا ممكن، وكما قلنا دائما الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب. والكل يكذب لكن المعركة مستمرة الأوكران أيضا هاجموا آه مناطق خرسون وين موجودين الريسوفون وين موجودين الروس من أصول روسية أو الناطقين الروسية قتلوا عدد منهم من المدنيين بينما الروس هاجموا كيف وهاجموا مدن كثيرة جدا بل هاجموا إحدى المدن في منطقة الغرب الروسي ودمروا مركز لتجميع الأسلحة وشفت انا ما عنديش الفيديو تاعها فيما اظن الا اذا المساعد يسمعني يمكن يبعث كانت هناك لهيب رهيب من النار صاعده والروس خرجوا قالوا هذا دليل انهم كان فيه اسلحه مخضبه باليورانيوم والا ما كانت الصوره تظهر بهذا الشكل هل هناك اسلحه مخضبه باليورانيوم ام لا كثيرين من المختصين يقولوا نعم الغرب اليوم يستخدم واعطى لاوكرانيا اسلحه محرمه لانها دخل داخل فيها اليورانيوم، ولماذا اعطاهم هذه الاسلحه خاصه المضاده للدبابات؟ لان الدبابات الروسيه النوع الجديد يصعب تدميره بالادوات القديمه والصواريخ القديمه، الا اذا كانت هناك صواريخ تحتوي على اليورانيوم المخضب، يسمون اليورانيوم المخضب، لان الدفة يعني تاع الحماية تاع الدبابة الجسم الخارجي خدمه الروس بطرق يصعب كثيرا خاصة تي 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 كادرفانديس او كادرفاندوس كادرفانديس اعتقد يا يعني تي 90 اللي هي اخر وعندهم عدة موديلات منها الروس اذا آه سياسيا مازال آه زيلينسكي اللي زار عده عواصم غربيه بما فيها عاصمه الفاتيكان يتلقى دعم ودعم يكبر ويزيد الالمان اعطاوا ملايير قريب 3 ملايير دولار والبريطانيين يتحدثون الان على جمع مجموعه من الدول التي تقدم طائرات إف 16 لا يريد البريطانيين ان يكونوا وحدهم الامريكيين مازالوا مترددين هل يعطين طائرات F-16 أم لا طائرات F-16 أيضا من من أخطر الطائرات على الساحة العالمية لكن البريطانيين يسارعون ويتواصلون بكل طرق مع كثير من الدول باش يمدوا طائرات F-16 للقوات وبدوا يدربوا في طيارين أوكران منذ أشهر في الحقيقة يدربوا فيهم لأنهم عارفين بأن هذا القرار شيء. حتى الرئيس رئيس الوزراء البلجيكي دخل على الخط وقال ان الدعم الاوروبي لكييف سيواصل سياس عسكريا وسياسيا على المستوى السياسي اجتمع اعضاء ما يسمى بمجلس اوروبا وهم 46 عضو بما فيهم روسيا اجتمعوا في ايسلندا آه ريكيافيك عاصمه ايسلندا هذه ريكيافيك شهدت واحده من اهم القمم انذاك ما بين رونالد ريغن وغورباتشوف إلى إذا جيدة كانت هذا ممكن في منتصف الثمانينات كانت شهيرة هذا اللقاء أو كان ما بين غورباتشوف و جورج بوش الأب ممكن لكن الاحتمال أنها كانت مع ريغان المهم في فيك العاصمة البلد الصغير هذا إسلندا بلد صغير جداً وهو تقريبا بلد تاع ثلج وجاي اسمه من الثلج ايسلند آه جزيره الايس الثلج او الثلوج عبر عن تضامنهم 46 عضو ما عدا الروس بطبيعه الحال وقر وطالبوا بطرد روسيا والقرار بما يصدر اليوم او غدوه احتمال كبير يقومون بطرد روسيا لكن رد عليهم الوزير الروسي قال بأن الحرب في أوكرانيا ستستمر ما دامت الولايات المتحدة تريد ذلك. هذا آه لافروف وزير الخارجية الروسي، صح النوم. يعني الحرب في أوكرانيا ستستمر ليس لأنكم تريدون أنتم ذلك. إنما ما دامت الولايات المتحدة تريد ذلك. نعم هذا صحيح هذا الكلام. لكن السؤال، من بدأ الحرب في أوكرانيا؟ طبعا السردية الرواية الروسية هو أنهم كان أن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف الأطلسي وأن الغرب متواجد داخلها وأن الآن أوكرانيا على أبواب أن تنضم للاتحاد الأوروبي الغرب لم يعود يبعث بأسلحة أصبح عنده مستشارين وأصبح يبعث بالأسلحة الذي لم يبعث بها من قبل أكثر من ذلك السويد على أبواب دخول الحلف الاطلسي وفنلندا دخلت ولولا اردوغان وكراي السويد ايضا في الحلف الاطلسي وروسيا في اسوا اوضح هذا ايضا اذا ما صدقنا تقرير صدر من عند جهات كان هناك تقرير صدر وهذا التقرير بني على كاين بحث باحثون مجموعه من الباحثين قاموا ببحث ماذا يبحث الروس في جوجل شوف هذه فرحوا يشوفوا لقاو ان كلمات كثيره من خلال الكلمات الاساسيه لانه يعني كنت تروح لجوجل تقول له مثلا في الجزائر ما هي اهم الكلمات المبحوث عنها يخرجها لك للاسف كان كلمات بائسه يعني يبحث عليها الجزائري في جوجل والمغاربه والتوانسة صاروا آه فهم من خلال جوجل راحوا يبحثوا وموقع اخر روسي شهير راحوا يشوفوا شكون الكلمات اللي يبحثوا فيها الروس لقاو ان كثير من الكلمات تتعلق بالكآبة تتعلق بلا يعني تتعلق بالستريس تتعلق بالغضب تتعلق ف واشياء اخرى فوصلوا الى ان هذا لم يكن هو الحال عندما اندلعت الحرب في روسيا بل بالعكس كانوا الروس كثيرين منهم مع الحرب مع العملية العسكرية كما يسميها الروس الآن تغيرت وقالوا من أن هذا يثبت من أن المود المناخ النفسي تاع الناس لي الكلمة بالعربية الكلمة مود نفسية الناس إذا شئنا تغيرت وإنها لم تعد كما كانت مع الحرب. اغتنمت السي آي اي الفرصه باش تطلب مباشرة من الروس أن يصبحوا عندها عملاء. والسي آي هذا الموضوع من حين لآخر بالمناسبة. يطلبوا مباشرة من عند، آه نعم، بعث لي المساعد بارك الله فيه التفجير، هاو تفجير. شوف كم هو ضخم هذا التفجير. ومن هنا استدل كثير من الخبراء خاصة الروس قالوا أن هذه أسلحة مخضبة باليورانيوم ولما دمرت كان هذا التفجير رهيب يشبه تفجير نووي ربما الروس هذه المرة عم حقين يعني حسب نوعية التفجير هذا واللهيب واصل إلى السماء يعني إذا أه، واش داروا في بعث المساعد نتاع قال لي السينيال بكثرة أيضا في التيك توك طبعا راه في كل مكان وراح يستمروا في الأيام القادمة إلى آخره يعني راهم عارفين باللي رانا لهم من خلال هذا الخطاب بالكلمات بالسلمية الكاملة رانا ضربات لو كان جينا في معركة ربما أشد من ضربات المدافع لهم أو الطائرات الكلمات أحيانا الصادقة الثابتة مدافع عن الحق وعن المستضعفين تقع على الطغاة الظالمين المجرمين اللصوص كما تقع قنابل الدبابات أو قنابل الطائرات على رؤوس المحاربين سلميتنا المتحدية والثابتة والراسخة ستهزمهم بإذن الله ولذلك ندعو بها إلى كل الجزائريين And the uh, uh -huh, video Questions being asked in Russian in a new dramatic video by the CIA, just released to try to recruit more Russian spies by appealing to Russians patriotism, frustrations, and the oppression they face under the Putin regime. CIA officials told CNN in an exclusive interview that the war in Ukraine has created an unprecedented opportunity that they want to capitalize on to recruit new Russian assets. Disaffection <laughs> with the war will continue to follow <inaudible> the Russian leadership beneath the steady diet of state propaganda and practiced repression. In the past year of the, war, the CIA has been encouraging russians... هذا التقرير موجود على السي ان يريد أن يتابعوا، لكن خلاص هو؟ أن السي اي خرجت فيديو تخاطب الروس باللغة الروسية أساسا وتقول لهم من يريد أن يكون عميل عندي، من يريد أن يكون أن يخدم وطن روسيا بطريقة أخرى يعني وهو أنكم تتخلصوا من بوتين ومن هذا النظام إلى آخره، مش عارف واش قالوا قاع في الـ الـ الموضوع لكن المهم خاطبوهم بالروسية باش يكون عندهم جواسيس هذا ليس جديد هما يضعون في مواقعهم على التواصل الاجتماعي كثير من هذه المخابرات العالمية تضع ذلك أحيانا وتضع فيديوهات لكن هذه المرة انتشرت ونشرتها كثير من القنوات الأمريكية ولماذا بالنسبة للسي قالوا أن معنويات الروس ما قالوش عليها منهارة لكن قالوا سيئة ومتعبة وقلقة من المستقبل ومن هذه الحرب وعندما تكون المعنوية بهذا الشكل كما بيّن البحث اللي قلته لأنهم اعتمدوا أيضا على هذا البحث فإن هناك أعداد من الناس قد تذهب إليهم أه لا أخفيكم يعني والله كثير مرات من الناس الجزائريين يكتبوا لي يقولوا لي والله يا أستاذ غرنا حابين نجاجو عند فرنسا غير تقول لنا كيفاش تخيلوا او حابين نروحوا عند اسرائيل كان اللي يقولها بغضب وكان يقولها خلاص لانك مش الناس كلها تقدر تصبر مش الناس كلها تقدر تثبت مش الناس كلها تقدر في العوج وفي كاين الناس بالنسبه لهذا الطريق طبعا نقول لهم هذا الطريق خطا ونقول له اياك الا الخيانه الا الخيانه لان هنا خيانه واضحه هنا ما راكش معترض على النظام وتضارب فيه وتعمل ما... وهو يتهمك بالباطل هذاك بقى ما يهمكش الاتهامات اتهامات واش راح يقول عليك راح يقول عليك بلي انت ناس ملاح لا راح يتهمك انت خاين لكن اذا درتها تصبح خاين وفي خلينا نقولها لكم ايضا يعني في الدين وفي كل اديان الشعوب بالمناسبه الخيانه كفر تخرج الانسان من الدين واذا كان هذه العصابات لما مرات يقولوا لنا خاون نقول لهم الا هذه اللي ما نقدروش نديروها قدروش ولو اردنا ما نقدروش ديننا يمنعنا قناعاتنا تمنعنا في الحقيقه رجولتنا تمنعنا لكن هناك ايضا الدين فيش لعب هذه الامور المهم آه، هذه إذن سي آه، تغتنم الفرصه لان آه، باختصار بسيط صاحبهم بوتين ظن أنها عملية عسكرية وأن الغرب مثل تشيشان ومثل سوريا ومثل أي روح كسر راح قالوا لا يا عزيزنا بوتين هؤلاء عيونهم مختلفة وأشكالهم مختلفة ودينهم مختلف وهم أوروبيون ومسيحيون فالأمر لا يستوي فها هو يغرق في وحل غير مسبوق وعندما قلت انا في اليوم الاول قلت انتهى بوتين كثيرين كتبوا لي محتجين خاصة اللي يعتقدوا ان بوتين ضد الغرب بوتين ضد الرأسمالية وضد الحقرة وضد الاستعمار بوتين هو في الجناح المتطرف تاع الاستعمار هذه ليس الاتحاد السوفيتي اللي كان فيه عليه مع كثير من البروباغاندا بوتين مع اليمين المتطرف اللي يريد ان كاين منهم اللي يريد ان يحرق المسلمين يحرقهم مش برك يطردهم بوتين اليمين المتطرف تاع الغرب اذا ظنيت نفسك راك مع بوتين لانه ضد الغرب فانت لم تفهم شيء انما بوتين في الحقيقه هو جناح متطرف وروحوا شوفوا كل انصاره مثل بنت السفاح وزمور وغيرهم في فرنسا باش نذكروا هذون برك على من يدافعوا زمور هذا خسر وخرج بهزيمة منكرة في الانتخابات الفرنسية لأنه يدافع كان يدافع على بوتين دفاع شرس بنت السفاح فهمت اللعب سحبت شوية الدفاع بدأت تنتقد بوتين إلى آخره